هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا مشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جردوي انتو مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هلي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. عنظرة وبعدها نطرة عبنتم وزعة عطرة ما عرفت الوفاة بعمرها. كانت مرة ماشي بشارع شفتها شعرها مغطي شالة قلبي كان يحب الوحدة ولما شفت الفكرة شالة من باله حاولت حكيها اتقرب منها بس كانت ما تقبل اعجابي زاد وكي تحاول حتى لانت من فرحي خبرت الدنيا كلها لما ضحكت لي روحت لأغلى رفيق قلت له صاحبي بارك لي. صار يسأل وين بشوفها وانا مبسوط اخي مهتم استغربت بسؤال واحد يا ترى ما حدا كانت كل شي ساعد بصفة اخي اللي علي خايف يلحقنا وين ما رحنا ما كان باين خاين انا عم امن حالي مشانا كنت عشغلي رايح دقيت قلت اشتقت لك ماني يمني الشو امبارح حبيبي انتي وينك خايف جواب استنيت حبيبي ما تخاف مو طالع اليوم من البيت. من اول مرة شفتها ما كذبت ان عشتها ما ندمت ان عرفتها للحظة شزت خانتني العربة شعورك فجأة مات شعور الخيبة مجربة اقسم بالله صعبة اقسم بالله صعبة. راجع من شغلي بالمح نفس الشال ونفس الشعر شامم ريحة ما كرتو لأخي صاحب هالعطر قدم خطوة وارجع عشرة خايف شكي صير يقين اذا عن جد هو بس ارجع رح ابكي واشكي لمين. فاتوا بحارة فيا بيوت صرت دور ما لقيتن حتى سمعت صوت ضحكتها نفس ضحكت لي اياها ببيتن فتت كسرت الباب يا ريت لو ما فتت لقيت لي بحبه واخي كان اهولي لو متت. اكبر وجع سببولي نصصتي ببكي والله قال هيك الله كتب لي لام وهيك بيكتب الله من تاج عراسي نزلوا اشتركوا الاثنين بخيانتي خاين لا بقى لخاينه مبروك عليك زبالك. من اول مره شفتها ما كذبت ان عشقتها ما ندمت اني عرفتها للحظه We'll be right back.
الناس ما بتحبي صحبتنا ناس الناس وكل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا جيبوا بسيرتنا كل زينوا المرجي والمرجي دينا بابينا فرش وين وين ماني 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 جيف مي دولار جيف مي دولار يس نايس الو شلون لك ليش لعلا ما وصلت لمولده لك شلون ما في ماسوت دبروها انتو لك انا شو بدي لحي لحي يا اخي والمنفسين البطيخ اللي معكم شو عم يساووا طيب ماشي ماشي وعجلي بالبريك هلا بلا لعي فاضي عجلي بالبريك هلا الممثلين بيجوعوا ويبلشوا نقع على راسي بقى ايه حبيبي يلا يلا ايه يلا روح هلا روح ثانك يو 200 ليرة عم يساوي دولار يا حبيبي ناس ما بتحب وين طاحش لا حمولة دستور فايتين نتفرج على المكان اللي تصور فيه مسلسل شباك الضياع مو هون ولا نحن غلطانين لا ما لك غلطان هون بس وين شرب رأس لجوا والله ما فهمت عليك يعني الفوتة مصاري حبيبي ماني شي ماني مصاري يعني دخولية ولا بكون تفوتوا ببلاش الو ايه استاذ فريد يا استاذ فريد مشان الله انا شو بدي نسي لنسي يعني جنابك بتقلي تحمل ومدير التصوير بيقلي تحمل ومدير الاضاءة بيقلي تحمل شو بدي تحمل اتحمل انا ما فيني شق حالي الف شقفة يا استاذ فريد مشان الله شلون لا الله يخليك استاذ فريد هي طلب صغير هيك بس اياه منك بس الله يخليك لا الاستاذ ساطع انت حاكي معلش هدول لا الله يوفقك هذا عقلاته ما بيحملوه انا ما خرج هلا اخذ واعطي معه شوي شكرا لك استاذ فريد شكرا خلي لي اياك يا رب شكرا حبيبي بتقطعوا بطاقات بعدين بتفوتوا يعني اذا بدنا نفوت نشوف ديكور المسلسل بدنا ندفع مصاري معلوم بدك تدفع لك عمي كل هالخلايق اللي جوا دافع مني وعم تتفرغ ودي سعر البطاقة 200 ليرة على الراس 600 ليرة معقول وللغربتلية بناخد بالدولار يلا بابا خلينا نمشي الله يوفقك بابا خلينا نفوت الله يخليك يا بابا لا حول ولا قوة إلا بالله الفوتة بتكلفنا 600 ليرة يعني حق نص كيلو لحمة يا بابا معلش بابا خلينا نفوت الله يخليك يا بابا كل رفقاتي عم يجوا بيصاروا هون بدنا نصور نحن مثلهم كمان حسبي الله ونعم الوكيل منين طلعوا لنا بيا القصة خلصنا عمي بدكن تفوتوا ويلكم ما بدكن تفوتوا go away عنا شغل يعني فرونا بريحة طيبة خلاص أخي رح نفوت بلا ما ناكل الشهر لحمة وتضل بخاطر الأولاد الفوتة صحيح نسيت أسألك بدكن تفوتوا التصوير ولا بلا تصوير لأنه سمعت الولد ده يتصور ما فهمت هاي حبيبي إذا بدكن تتصوروا بيزيد على كل رأس 50 ليرة كمان لكن عمي بدكم تتصوروا بديكور مكسر الدنيا محتل العالم كلها ده بلاش شرف سيدي هاي 600 ليرة لك شباب معوضي فدار شرفوا لنشوف التحفة الفنية اللي صرعونا فيها أربعة خمسة ثلاثة اثنين أكشن ناس ما بتحب صحبتنا ناس سيلفي. كل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا يجيبوا بسيرتنا كل زينه المرجي والمرجي دينا جود يو جود جيف مي دولار جيف مي دولار 20 دولار ثانك يو 20 دولار ثانك يو جود مان ثانك يو اوه فيري نايس معوضين كم مرة قلت لك بتفوت بهدوء شو بقى؟ قلت لك امي تعال على بريك لما الغدا صار جاهز يلا لا عم فركش روح حني حني اتحمل انا Thank you.
حبيبتي شلونك؟ كيف صحتك؟ أنا رح أساويكي نجمة النجوم يا حبيبة قلبي أنتِ. يا رب. الله يرضى عليكي، في 100 مصيبة براسي أنا. أختي عجبك التفريغ؟ اتكلنا على الله واشتغلنا. ما عجبك التفريغ؟ رجعي على الشركة وخلصنا. في 100,000 مصيبة براسي أنا. شو عامل هذا التاني؟ لك يا روحي لا تحكي معي، أنا ما دخلني. شوفي المخرج، شوفي المنتج. شو عامل هذا؟ مو لقلك الحكي، اسمعي لقلك. حاكي المنتج أنت ورايحيني من القصة، إيه؟ خلص الله وكيلك. لا ما، شو صار لهي التانية كمان؟ كله مشوي باليوم، شو عامل هذا التاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ومسكرني الباب، ناقصني مشوبين أنا. لك يا أبو راغب! أبو راغب! أبو راغب! شو عامل لك؟ اشخطي الديك، لا تذبح الدجاجة! الديك بدي آكل ديك اليوم! واتاري تارلي! أبو راغب! واتاري تارلي! ناس حبيبي تارلي! واتاري ناس ما بتحب صحبتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا يجيبوا بسيرتنا، كل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا يجيبوا بسيرتنا. بس انت ركزي معي، شايفه البواخر طبعا الطحينه اللي عندي كلها بالبحر، مستعد اقلبها لحتى اسوي لك البحر طحينه. عن جد بيبي؟ طبعاً عن جدك تعملني نجمة؟ بدي شبعك حكي، يعني مو عليكي، قصدي باتجاهك. خلي الناس كلهم يحكوا عليكي بالإذاعات، بالتلفزيون، بالإعلام، بالجرائد، بالمجلات. عن جد؟ طبعاً، أنا حبيبتي دي فرشرك الأرض كلها وروح. كل يوم ناس ما بتحب صحبتنا، نا اكشن 5 4 3 2 بلش. مسلسل خيلي، شو المسلسل خيلي يا ابو سعيد؟ لك لا بقى صغير ولا كبير ولا مقمط بسرير اللي حكى فيه. الحمد لله، الحمد لله ابو راغب، وهذا الشيء كله بفضلك انت وفضل جهودك معنا. بفضل الله ابو سعيد، شبنا. هلا المهم ابو راغب، تفضل. المحطة اللي عرضت المسلسل انبسطت كتير وصار بدها تصور جزء تاني. لك الله أكبر، تاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع كمان. وأنا جاي بلغك مشان تفضينا المحل هون، يعني طالما الديكور جاهز مشان نبلش تصوير. شو عليه أستاذ رضا؟ بتبلشوا إمتى ما بدكم؟ يعني بدك تفضينا اللوكيشن لنعرف نصور، ومثل ما سمعت قال الناس سري مري لهون، صحيح الحكي أبو راغب؟ شو مفاتح اليوم حتى نتفرج؟ روح عمي روح، مو فاضي لك هلا، روح. أخي رضا، مجرد ما باشرتوا بتلاقي اللوكيشن عم يصبر صفر. حلو هالحكي، معناها اتفقنا ابو راغب. عدم المؤاخذه لسه ما اتفقنا. ما فهمت عليك ابو راغب. ما حكينا بالسعر. ايوه، ايش بنا مثل الجزء الاول كنا نعطيك 8000 ليره باليوم. ضحكتني. لا حبيبي لسه ما حزرت. ايوه، شو في براسك ابو راغب؟ لا حبيبي، الجزء الاول شكل وهذا الجزء شكل ثاني. انا قصه المياومه ما حبيتها بنوب، يعني اليوم فركشنا وتاني يوم تزحلقنا وتالت يوم الممثل الفلاني نزار ابو حجر نايم لسه ما فاق، والممثله الفلانيه الله اعلم بايطاليا، على حساب مين؟ على حسابي، ما حزرت بنوب. لك هلا خلصني يا ابو راغب، شو انا ما معي وقت، المهم فهمني من الاخر شو بدك. حبيبنا تعطيني مقطوعه شهريه، يعني ان شاء الله بتصوروا يوم، ان شاء الله بتصوروا 30 يوم، ان شاء الله ما بتصوروا ولا يوم. العطله عليكم. يعني قديش بدك بالشهر؟ مو كتير، ولح راعيك 1,000,000 ليرة. يخرب بيتك، 1,000,000 ليرة! لك ايه، شو بك اندهشت مثل ما سمعت؟ شو بيعملوا 1,000,000 ليرة؟ اي واحد الله ابو راغب، شو منها؟ كتير 1,000,000 ليرة، كتير! لا مو كتير، مسلسل عم يكلف له هذيك العسبة، هلا كم 1,000,000 ليرة اجرة موقع عظيم مثل هاد؟ كتير! يا ابو راغب، حبيبي انت عم تطلب 10 أضعاف الجزء الأول، أنت ما بصير هذا الحديث. لأن الأمور تطورت، وبستاني صار مزار عظيم للسياح والأمة العربية من جميع أصقاع العالم. هلا الرجال هدول كتار والله مو كتار،
يعني بدي لك كلمه كمان، انا بدي اقطع رجل العالم شهر شهرين، بتعوضني انت؟ بكل الحالات وبكل الظروف ما راح تزبط معي، هذا المبلغ كثير كبير يا ابو راغب، لك احسبها بعقلك يا اخي ما بتزبط. حبيبنا رضا افندي ما عجبك دور على موقع ثاني، انا السياح عم تجيني من جميع اساء المعموره مشان تشوف انجازي العظيم. لك يخرب بيتك بالحاله، انجازك؟ طبعا انجازي، ولولا بستاني وداري الأسرية ما كان كسح المسلسل هذيك الكسحة وكسر الدنيا كلياتها بجميع أنحاء المعمورة. أبو راغب لحلحة شوية لحلحة. رضا كنبا خلاص قلت لك مليون يعني مليون بالشهر. لك يا أبو راغب اعتبرني وافقت. اه ماشي رح امشي معك وأنا وافقت. لك المنتج ما رح يوافق على هالمبلغ. طز ينفلق يفقع كل مين إلى نبي بيصلي عليه إن شاء الله عمره ما يوافق. يا أستاذ مرزوق أنت صديقي وأخي وحبيبي وأنا ما رح كذب عليك. المعنى يا أستاذ الساطع الحقيقة ما رح أقدر أتفرغ لكم بجزء الثاني بشكل كامل. عم تمزح؟ لا ما عم بمزح يا أستاذ الساطع. نحن ما بنقدر نتخلى عنك لأنه دورك من الجلدة للجلدة، يعني ما في لوكيشن، ما في أوردر إلا مالك فيه. وأنا كمان موقع 4 عقود بطولة مطلقة، هذا عدا الفيلم المصري. بدك تدبرها أستاذ. مستحيل. أنت بترضاها اترك 4 مسلسلات واتفرغ لمسلسل واحد؟ بوس إيدك يا أستاذ ساطع، بتخرب بيتي هيك. أخي ماشي. إذا بتعوضني أنا مستعد أتفرغ لك. عوض لك؟ شلون يعني عوض لك؟ بيطلع لي 16 مليون ليرة من الأعمال اللي قلت لك عنهم. عوضني وأنا بشتغل معك. قصدك أعطيك 16 مليون ليرة مشان الجزء الثاني؟ وضرب عنك الجزء الثاني وانتو الفن كله. يعني شو ساوي؟ مو حرام ضوع على حالي وعلى أولادي هيك مبلغ؟ يا أستاذ ساطع أنا بدي أدفع لك 16 مليون ليرة بيروح ربع ميزانية العمل، لذلك أتوسل إليك وأرجوك. أنا عن إذنك بس دقيقة أشوف مين معي. هذا رضا مدير الإنتاج راح يشوف أبو راغب تتفق معه. عن إذنك خذ راحتك أستاذ. ألو ألو إيه أستاذ؟ طمني شو صار معك يا رضا؟ أبو راغب أفندي طلب 1,000,000 ليرة إيجار كل شهر تصوير هون باللوكيشن. 1,000,000 ليرة؟ شو بتحكي أنت؟ مثل ما سمعت أستاذ. مجنون هذا الزلمة مجنون. والله يا أستاذ هذا بالظاهر طمع بعد نجاح الجزء الأول تبع المسلسل. طمع ولا ما طمع؟ هذا رقم كتير كبير. طب أنا شو عمل أستاذ؟ يا رضا حاول معه اقنعه بطريقتها. يا أستاذ أنا حاولت معه كتير الله وكيلك، ما خليت محاولة إلا وساويتها معه، ما رضي ينزل ولا فرنك. مستحيل يا أخي، يا رضا فهم علي، لوكيشن 1,000,000 ليرة لا 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 أخي غيره. هلا إذا بتسمع مني خد رأي المخرج بالأول. احكي مع المخرج ووضح له الصورة يا أخي. خلص ماشي أستاذ ماشي. مع السلامة. تفضل يا أخي. أبو راغب بده 1,000,000 ليرة بالشهر. معقول؟ اثنين. والله هذا هو. ايش بدي بالشغله انا كمان جابي كهرباء نطوت وبيتهم باخر الدنيا ولا بيطلع مو هو كمان. مرحبا مدام. اهلين اهلا وسهلا. معقوله 3 أشهر يا مدام؟ وانت شو عرفك؟ ولو يا مدام نحن بنعرف كل شيء، انتم بتشتغلوا بالبيت ونحن بنشتغل برات البيت. شو هي تشتغلوا بالبيت وانت بتعرف شو عم بيصير بقلب البيت جوا؟ ولو يا مدام نحن بنعرف كل شيء، المهم بتخبري زوجك يتابعنا. مرحبا مدام. اهلين اهلا وسهلا. معقوله 3 أشهر يا مدام؟ وانت شو عرفك؟ ولو مدام نحن بنعرف كل شيء،
كيف يعني بتعرفوا كل شيء؟ يعني انتوا بتشتغلوا جوات البيت ونحن عم نشوف شغلنا من برات البيت. يا ويلكم من الله، بتعرفوا شو بيصير جوا البيت كمان؟ ولو ما دام هي شغلتنا. المهم بدي اياكي بس تخبري الاستاذ انه يراجعنا بكره، لانه اذا ما اجى بدنا نقطع له اياه. لك شو تقطع له يا ما تقطع له يا ما حلوه ما ما حلوه ما ما حلوه. طيبو هلا، شو اخبارك؟ تمام، شلونك؟ طمني عنك. تمام، خليني والله تمام، نشكر الله. شو عم تعمل بحارتنا؟ والله عندي هيك غزه هون. لا فوت فوت لحتى لعندي حتى طعميك كم لقمه. هيدا عيدا هيدا عيدا جمانة عاملي اكل. هلا هلا بيكم، منحييكم اني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة، ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي، طرحنا الفكرة وقالوا صور، صارت حلقة وبعفوية كوميدية. أخرجنا مشلشل فزلك عربية، راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس واحمد ياسين اندري ومحمد ابلين وهلا ورولا ومايا والباقي. هلا هلا بيكم، من حييكم اني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم، جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جردوي انتو مورو، فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك، كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي، خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي، الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا، فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم، من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم.